بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، صدق الله العظيم. السيد رئيس هيئة الجناية الأولى المحترم، السادة القضاة الأعضاء المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نؤكد الطلب السابق المقدم في الجلسة الماضية 17 نيسان 2006 من قبل هيئة الدفاع بخصوص طلب لجنة دولية محايدة، وذلك للأسباب التي ذكرت في ذلك الطلب. حول ايش لجنة محايدة؟ وكذلك لعدم توفر الخبرة والأجهزة لدى الأدلة الجنائية العراقية لتحديد عمر وتاريخ الورق وعمر وتاريخ الكتابة، وباعتراف الخبراء أنفسهم في التقرير، وكذلك لغرض أن تكون الحيادية الكاملة متوفرة. مؤكدين طلبنا مرة أخرى على لجنة الخبراء الدوليين مع التقدير. المحكمة تعتمد على التواقيع وبالنسبة للعمر الورق والكتابة، هاي كلها احنا نحيلها الى قلناها لجنة خماسية مختصة بهالمسائل. بالنسبة لما اثير حول الخط والكتابة، الاصل التواقيع، احنا نعتمد على التواقيع. ان ثبت هذه التواقيع استاذ، عمر التوقيع، عمر آلي سبق، يعني سبق وان ذكرت في الجلسه الماضيه انه سرقت من بعد سقوط بغداد او احتلال بغداد، سرقت الوثائق وسرقت معها اختام، وبالاخص اختام السيد الرئيس وباقي المسؤولين. الاختام احنا ما جبنا اسم اختام. احنا نثبت تواقيع. الخبراء العراقيين هم اعترفوا بانفسهم، قالوا ما عندنا اجهزه الكافيه. الملاحظات، واحد، ان طلب رد القاضي هو حق وتصرف قانوني سليم يمارسه المحامي لحمايه موكله عند اقتضاء ضروره بعيدا عن العلاقات المهنيه او المجاملات، وبناء على ذلك تم تقديم طلب رد القاضي وملحق به في المره الاولى بالبريد الالكتروني ونسخه اصليه تم تسليمها باليد. هذا الطلب الاول. اما الطلب الثاني فقد تم تقديمه بذات الطريقه بعد ان سمعنا جميعا العبارات التي قالها السيد رئيس الهيئه وعبر فيها عن الإحساس بالرأي، وتم تدوين هذه العبارات بدقة دون تحريف أو مبالغة أو هوى شخصي أو لتشويه سمعة السيد القاضي أو الإساءة للقضاء الذي نحن جزء منه. وهذه العبارات تفقد أي قاضي صفة الحيادية في أي قضية عادية، فكيف بنا أمام قضية كبيرة لم يعهد لها التاريخ مثيلا؟ وقد تم تقديم هذين الطلبين، طلبين مو أكثر وليس أكثر، نيابة عن زملائي في هيئة الدفاع وباتفاق جميع الزملاء، وبهذا فإن هذا الحق هو تصرف قانوني سليم نستخدمه في أي وقت تصبح فيه الضرورة، لا بد من استخدامه، ولا يستطيع أحدا أن يمنعنا من ممارسة حقنا في الدفاع المقدس المشروع. راجين وآملين أن يتسع صدر المحكمة والسادة القضاة ودون ضير، وعليه نطلب من المحكمة تزويدنا أصوليا بنسخة من القرار التمييزي للطلب الأول ونسخة من قرار المحكمة بالرد الطلب الثاني. اثنين، بعد أن يختتم العام بياناته ووثائقه ومطالعاته التي هي حق له أن يمارسها، فإننا وفي نهاية المطاف سنقدم دفوعنا الشكلية والموضوعية والدفوع السياسية القانونية، لأن القضية السياسية أكثر مما هي قانونية، وكذلك الدفوع العامة، وهذا حق للمحامي أن يمارسه ويقدم ويقول ما يشاء دون أن يمنعه أو يقاطعه أحد، وكذلك الحال لموكلينا، ولكن من حقنا على الادعاء العام وقبل ذلك أن يقدم لنا الحقائق والوثائق والبيانات الآتية. أولا، حول تقديم الأدلة، فإن القاعدة 40 كشف المدعي العام عن المقومات المادية للجريمة، واحد، بموجب القاعدتين 33 و51 من هذه القواعد على المدعي العام، طبعا هذه قواعد وإجراءات قانون المحكمة. أليف، أن يكشف لمحامي الدفاع جميع إفادات الشهود قبل 45 يوما من المحاكمة، ولأغراض هذه الفقرة فإن إفادات الشهود تكون مكتوبة وموقعة من المتهم، أو أن تكون الأقوال تليت بشأنها أثناء المحاكمة، وعلى محكمة الجنايات أن تأمر بتزويد الدفاع بنسخ إضافية من إفادات الشهود خلال مدة معينة، وخلافا لهذه القواعد والنصوص القانونية فإننا لم نتبلغ إلا قبل 15 يوما من تاريخ المحاكمة، ولم نستلم أي وثيقة واضحة يمكن أن نبني عليها دفوعنا.
بناء هي الدفاع بقراءة الكتب والوثائق والصور، وأن يقتنيها تمهيدا لتحضير دفاعه، وكذلك يطلع على المتضمنات والخصوصيات والكتب والوثائق والصور والمواد الملموسة وما عثر عليه من مواد في حيازة المتهم المزمع أن تقدم كدليل إثبات لمحكمة الجنايات. عليه نطلب إلحاقا بعشرات من طلباتنا تزويدنا بكافة الوثائق والأدلة والإفادات والتسجيلات الصوتية نوع سيدي، والأهم تزويدنا بإضبارة الدعوة التي نظرت من قبل محكمة الثورة وصدر بموجبها قرار الحكم على الجناة الذين اعتدوا على موكب السيد الرئيس صدام حسين. ثانيا أليف بموجب الفقرة الثانية من القاعدة 42 من قواعد الإجراءات في المحكمة، والتي تنص على المدعي العام أن يكشف لمحامي الدفاع الأدلة الثبوتية المتوفرة لديه والتي من شأنها تبرئة أو تخفيف جرم المتهم، مع التحفظ الكامل على كلمة المتهم أينما وردت أو التي تؤثر على مصداقية شهود الإثبات أو صحة الأدلة الجنائية، وأن يكشف بشكل مستمر عن الدوافع العقابية. وما لاحظناه والعالم معنا أن المدعي العام حاول ويحاول بشتى الطرق الإضرار بموكلينا من خلال تجزئة الوثائق وحجب كل ما يفيد موكلينا من وثائق خاصة وإفادات الجنات أمام محكمة تحقيق المخابرات عام 84، وكذلك إضبارة القضية المنظور أمام محكمة الثورة والمرقم 944 جيم 1984، والتي فيها الاعترافات الكاملة للجنات والمضبوطات الجرمية، والتي على أساسها صدر قرار التجريم والإدانة وعدم تقديم أوليات مرسوم الجمهوري المتضمن التصديق على الأحكام الصادرة من محكمة الثورة ورأي دائرة شؤون السلامة الوطنية، حيث أنها الجهة ذات الاختصاص في آلية تقديم الرأي والمشورة القانونية للسيد رئيس الجمهورية في مثل هذه الحالات، ولكافة الأحكام الصادرة من كل المحاكم العراقية التي تحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية وفقا للمواد 285 فقرة باء و 286 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ووفقا للدستور عام 1968 الذي ينص على لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية، وله حق تخفيض أي عقوبة جزائية أو رفعها بعفو خاص، أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون، وأن التصديق هو الضمانة الأخيرة لمصلحة المحكوم بعقوبة الإعدام بعد استنفاذ كافة طرق الطعن واكتسابه الدرجة القطعية، وقد حدث نحف الكثير الكثير في مثل هذه الحالات. باء لم يتطرق الادعاء العام على بعض الأدلة التي تبين الحقائق وتفيد موكلينا، حيث تم تشكيل لجنة تنفيذ التصاميم الأساسية لتطوير مدينتي بلد والدجيل، وطبعا هاي مذكورة بالوثائق اللي زودنا بها المدعي العام فما ذكرها ما تطرق لها، فضلا عن ان من حق مدينتي بلد الدجيل، فضلا عن ان من حق رئيس الجمهوريه او اي سلطه مخوله بموجب قانون الاستملاك رقم 12 لسنه 1981 او القانون المدني العراقي على تنظيم استملاك العقار والحقوق العينيه الاصليه المتعلقه به من قبل دوائر الدوله والقطاعين الاشتراكي والمختلط تحقيقا لاغراضها وتنفيذا لخططها ومشاريعها. ولم يذكر أن في هذه القضية بأن الاستملاك شمل جميع البساتين الواقعة ضمن رقعة جغرافية محددة المساحة، سواء كانت عائدة لمسؤول في الدولة أو لشخص عادي، بما فيها بساتين لمن تجري محاكمتهم الآن كمتهمين. وقد تم تعويض كافة المشمولين مجتمعين بمبلغ أكثر من 13 مليون دينار عراقي في ذلك الوقت عندما كان سعر الدينار 3 دولارات، ولم يذكر أنه تبين فيما بعد اكتشاف حالات منها رفع معلومات غير صحيحة بقصد التعويض دون وجه حق، ورغم ذلك تم التعويض النقد الجزل والمضاعف إضافة إلى قطع أراضي سكنية وأراضي زراعية بمساحات مضاعفة، كما أنه لم يتطرق إلى أن هناك الكثير من البساتين مملوكة على الشيوع وغير مفرزة بين الشركاء، وقد قام كل شريك برفع دعوى مستقلة ولنفس المساحة، وقد تم تعويضهم ماديا مع مساحات شاسعة من الأراضي وتم إعادة نفس أراضيهم إليهم. أما فيما يتعلق بالإبعاد فلم يتطرق إلى أن القانون أعطى للمحافظ ولوزير الداخلية ولرئيس الجمهورية في إبعاد أي شخص من منطقة إلى أخرى عندما يجد من الأسباب ما يستدعي لذلك خشية على الأمن في المنطقة وفي حالة الدجيل،
فإن الإبعاد تم لمصلحة هؤلاء الأهالي خشية من الانتقام منهم لما فعله أبنائهم عند بقائهم في المنطقة، وبالتأكيد فإن الناحية الإنسانية تقتضي إلحاق الأطفال بأهلهم لرعايتهم وليس بقائهم وحدهم دون رعاية أو سجنهم. كما أن الادعاء العام لم يتطرق إلى أن لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة الحق الدستوري والقانوني في تشكيل المحاكم واللجان التحقيقية والأمر لأي جهة عسكرية أو مدنية للقيام بأي عمل يدخل ضمن اختصاصها، وهو ليس مسؤولا عما يجري في اللجان التحقيقية، وإنما اللجان عليها أن تتقيد بالقوانين النافذة، وأن أي صلاحية استخدمها رئيس الجمهورية بصفته الدستورية والوظيفية وليس بصفته الشخصية، فكيف ولماذا يحاكم اليوم بصفته الشخصية؟ ثالثا، لنص المادة 19 رابعا فقرها له الحق في طلب شهود الدفاع وشهود الإثبات ومناقشتهم وفي تقديم أي دليل يعزز دفاعه وفقا للقانون. وقد تقدمنا وفقا لهذه المادة بعشرات الطلبات لإعادة شهود ومناقشتهم ضمانا لحقوق موكلينا وصولا للعدالة، وخاصة في الجلسات التي لم نحضرها ولأسباب قانونية أو موكلية، ودون أن تلقى طلباتنا هذه الاستجابة. دقيقة، أين هذه الطلبات؟ وين أي طلب منكم؟ هسه المحكمة يعني كلفتكم عدة مرات. أنتم بموجب القانون، بموجب البند 2 من الفقرة جيم أولا من القاعدة 41، المفروض تقدمون أسماء شهود الدفاع خلال 15 يوم من يعني من بدء جلسات المحاكمة. نعم. أنتم لحد الآن ما مقدمي وزبوها على رأس المحكمة. لا لا، وين طلباتكم؟ شهود الإثبات. اثبت لي طلبات، طلب شهود. بأسماء الشهود، قدم لي قائمة بأسماء الشهود وأثبت لي التاريخ. شهود الإثبات مو شهود الدفاع، شهود الإثبات. لا بالنسبة لكم المهم، لا يعني أنتم لحد الآن ما مقدم الشهود. احنا مقدمين قبل 10 أيام للجانب الأمريكي. وين المن مقدمي؟ المن غير للمحكمة؟ أستاذ اللي طلبتها أنا بطلبي هذا شهود الإثبات وليس شهود الدفاع. رابعا، للمتهم أثناء سماع إفادته أن يقول ما يشاء بمحاكمة علنية في محكمة دستورية وسلطة قضائية مستقلة في بلد كامل السيادة مستقلا، وأن لا تعقد الجلسات السرية أو المغلقة إلا في الحالات الاضطرارية وفق الفقرات الآتية، هذا وفق قانون محكمتكم. أليف، إذا كان نشر المعلومات يضر بالأمن الوطني للعراق ولا يوجد ما يضر بأمن ومصلحة الشعب العراقي في الجلسات التي كانت سرية. ب، المحافظة على خصوصية الأشخاص كما في الاعتداءات الجنسية، وهذه الفقرة لا تنطبق على القضية المنظورة أمامكم. جيم، العلانية تضر بمصلحة العدالة، وقد تم مقاطعة موكلينا كافة لمرات عديدة خلافا لقواعد الإجراءات وفق قانون محكمتكم ذاتها. خامسا، لا يجوز إبعاد المتهم عن قاعة المحكمة أثناء نظر الدعوة إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة، وعلى المحكمة أن تحيطه علما بما تم بغيابه من هذه الإجراءات، وهذا ما حصل مع السيد برزان إبراهيم التكريت عندما كان يمارس حقه المقدس المشروع في الدفاع عن نفسه، وكان يشكو من مرض العضال مصاب به، وقد أوردته كافة التقارير الطبية الأمريكية والعراقية ومنها اللجنة الطبية المشكلة بقرار المحكمة، وطالبنا مرات عديدة بإطلاق سراحه ولم تستجب المحكمة ولأسباب تكفلها الدواعي الإنسانية، من حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون رحماء فيما بيننا. سادسا، فنص المادة 19 فقرة باء من قانون محكمتكم على أن يتاح للمتهم الوقت قانون ويمنح المحكمة وضح العبارات المحكمة قانونية. تنص المادة 19 فقرة باء من قانون المحكمة على أن يتاح للمتهم يمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من إعداد دفاعه، وأن تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بملء إرادته ويجتمع به على انفراد، ويحق للمتهم أن يستعين بمحام غير عراقي طالما أن المحام الرئيسي عراقي وفقا للقانون، هذا نص المادة. وعليه فأن جميع زملاء المحامين عربا وأجانب هم محامون بكامل درجتهم وليس مستشارين، يمارسون حقهم بأنفسهم في الدفاع دون واسطة، ولا يجوز مقاطعتهم أو المنع عليهم والإحسان لهم بمنحهم فرصة الدفاع عن موكليهم، لأن في ذلك تقييدا وحرمانا لحرية الدفاع وانتهاكا صارخا لحق الدفاع المقدس، وقد
وردنا كتاب من المحكمة يمنع المحامي العربي وخاصة زملائنا في دول الخليج العربي وهو مقصود يمنعهم من ارتداء زيهم الرسمي أي الدشداشة والعقال، ويصفها بغطاس الرأس، وهذه الكلمة غير موجودة في القاموس العربي، وعليه فإن هذا الطلب أو المنع هو مخالف لقانون أصول المحاكمات وقانون المحاماة ولمبدأ المعاملة بالمثل وحقوق المحامين العرب في الترافع أمام المحاكم العراقية، وهي سابقة لم يعهدها القضاء العراقي. ابرز هذا الكتاب أمام المحكمة، خلي يكون على الشاشة، ابرز هذا الكتاب. هذا موجود عندي بس ابرز الكتاب. ابرزه بأي لحظة؟ موجود. ابرز هسه على الشاشة. هسه ما شايله. شوفوه. هسه ما شايله وياي. موجود أنا. وشون أنت يعني تريد تثبت الدليل؟ أنا أتعهد بالمحكمة بأن هذا الكتاب موجود عندي، أتعهد بالجلسة القادمة أبرزه قدام ابرزه. وأنطي الوسائل الإعلام. أي. سابعا، للمتهم حق الانفراد بمحاميه والتشاور معه أو معهم بحرية تامة، وأن يتبادل معه كافة الأوراق والوثائق القانونية دون أن يطلع عليها أيا كان، وأن تحظى هذه الوثائق بالسرية المهنية التامة أسوة بالادعاء العام. ولكن ما يحصل أن جميع لقاءاتنا شكلية تتم برقابة عسكرية أمريكية مشددة للغاية، لا يسمح لنا بتبادل هذه الوثائق أو أي أوراق أخرى ذات صلة بالقضية، فكيف لنا أن نستطيع الاشتراك مع موكلنا في تقديم المشورة القانونية لهم ولو بحدها الأدنى لبناء وإعداد دفوع اللوائح القانونية؟ وهذا ما شكونا منه مرارا دون جدوى. وعندما نسأل الضابط والجنود ضباط الجنود الأمريكان عن السبب في هذه الانتهاكات يقولون هذه تعليمات القاضي العراقي ونحن نطبقها. ثامنا، للمحامي العراقي للمحامي حق الدفاع، وهو مقدس ومشروع كفلته كافة الأنظمة والقوانين والشرائع، وله الحق أن يقول ما يشاء وأن يدافع بشرف وشجاعة ونزاهة عن موكله ويدفع بما يراه مناسبا للدفاع وتبرئة موكله، وإلا يؤاخذ أو يعاقب أبدا على ما يقوله وفقا للمادة 26 من قانون المحاماة النافذ، فإنه يجب أن ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية والشهور الرسمية والمراجع الأخرى التي يمارس مهنته أمامها الرعاية والاهتمام اللاقين بكرامة المحاماة، وأن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، ولا يجوز أن تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني. والحمد لله فإن جميع أعضاء هذه المحكمة محامين وإن كانوا الآن قضاة ويقدرون ذلك، كما نصت المادة 30 على يجب إخبار النقابة بأية شكوى تقدم ضد محام وفي غير حالة الجرم المشهود، ولا يجوز استجواب المحامي أو التحقيق معه أو إرساله مكفورا في جريمة منسوبة إليه والمتعلقة بممارسة مهنته، كما نصت المادة 28 من قانون المحاماة على لا يجوز توقيف المحامي عما ينسب إليه من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء ممارسته المحاماة، ولا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع عليها اعتداء من المحامي ونظر الدعوة التي تقام عليه، آملين أن لا يتكرر ما حدث مع زميلين المحامي صالح عرموطي والمحامي بشرى الخليل، لأنه كان مخالفا للقانون وقانون أصول المحاكمات، والأسوأ من ذلك هو قيام بعض الزملاء بالاعتذار وطلب الصفح، لأن من حق المحامي قول كل شيء وإبراز كل شيء من شأنه أن يصب في حق الدفاع عن موكلينا، آملين بإذن الله أن نبني جسورا من التعاون بيننا وبينكم من أجل الحق والعدل. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، صدق الله العظيم. شكرا. نسمع. أنت تطرقت إلى الجلسات السرية، تعرف العلنية لا تعني البث ولا الإذاعة، العلنية لا تعني البث ولا الإذاعة. أستاذ لا تسمح لي. منو الكتاب أستاذ هذا الكتاب اللي قلت لك عليه قرأته قبل شوية؟ طبعا الكتاب طويل، جانا من عندكم من محكمة الموقرة للصفحات، وفي هذا الصدد فإن المحكمة تذكركم وتؤكد على ضرورة المحافظة على الأصول المرعية والمهنية أثناء سير المرافعات وخلال انعقاد الجلسات، ولذا يجب الامتثال للأصول والأعراف المعمول بها في المحاكم العراقية والالتزام بقواعدها، ومنها ارتداء الزي المعتمد لمحامي الدفاع في المحاكم العراقية، وبناء عليه لا يجوز السماح بارتداء غطاس الرأس العربي، غطاس
غطاء الرأس العربي التقليدي أثناء سير الجلسات وانعقاد المحكمة. هذا الكتاب طلعناه من الانترنت. غطاء يعني المهم يعني شارك ملا. أنت يعني تريد تفسر أشياء يعني عندك غرض. لا الكتاب اللي جانا الكتاب اللي جانا. غطاء وين غطاس وين يا أخي؟ أستاذ الكتاب اللي جانا متأكد وأجيب الجلسة الجاية متأكد مكتوب لي غطاس متأكد أنا. هذا إيش متأكد؟ متأكد. هذا كتاب رسمي صادر من المحكمة. قد يكون هذا موجود غطاء الرأس يعني. بس إحنا مو مشكلة بس كان أكو تحديد المعنى أنه كان أكو تحديد. بمنع المحامين من دول الخليج العربي ارتداء زي انت محامي مفروض يعني توجه هذه وجهه قانونيه صحيحه بالتاكيد والاغراض هذه. لا هو المحكمه نكرت هذا الكتاب نهائيا. اما الكتب اللي ارسلناها المحكمه انا متاكد والاضباره موجوده عندنا اكثر من 100 كتاب بيدي انا موقعها دازن المحكمه يلا 10 اجابات وصلتنا فتبقى خلل. الملف عندي بامكانك اطلاع على الملف طلبات ما تقلد قلم المحكمة كلها مكتوب عليه الحفظ أو قسم أنت مقدم إلى رئاسة المحكمة الطلبات المقدمة من قبلك إلى رئاسة هذه المحكمة تراجع رئاسة المحكمة الإجابة بعض الإجابة عندهم لأن هم اللي يجاوبون أنا ما راح أجاوب على طلبات مقدمة إلى رئاسة المحكمة وبإمكانك مراجعة قلم المحكمة والاطلاع على الإجابات المحفوظة في هذا الملف.